السلام عليكم المتتبعين الأعزاء، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه، وصفه ديال البغرير اللي هي سهله، ما كتحتاجش تدلك بزاف، كتحتاج شويه الخاطر، وكتجي زوينه وكتجي مفشفشه وغتعجبكم بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. ودابا ان شاء الله ننتقلوا للمقادير على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير، عندنا الفينو وعندنا الفورص وعندنا الملح وعندنا الخميره. بالنسبه للفينو كتكون كميه على حسب داكشي اللي بغيتوا ديروا نتوما، نص كيلو ولا كيلو، انا درت كميه قليله ديال الفينو. وبالنسبه للفورص ما كثرتش، تقريبا غنقول لكم درت جهد ربع كاس ديال حياتي تقريبا، انا ما خصنيش نكثر الفورص باش يطلع البغرير زوين صافي. وكنزيدوا الملح والخميره، كتكثروها باش دغيا يخمر لكم البغرير. وحنا بدينا كندلكوا فيه وبدينا كنجمعوا فيه، زدنا عليه الماء، وكما كتشوفوا حنا بدينا كنخلطوا في العجينه بالطريقه هذه، ومره مره كنخويو الماء باش نقدروا نجمعوا العجينه ديالنا. وبالطريقه هذه حنا غاديين مستمرين كما كتشوفوا، كنبقاو نجمعوا فيه غير بشويه حتى يتجمع لينا الخليط ديالنا. طريقه سهله ما صعيباش، بالطريقه هذه احنا غاديين. كما كتشوفوا احنا بدينا كنجمعوا فيها بالماء وكندلكوها مزيان بالطريقه هذه، ما كتحتاجش مجهود كثير، كنعطيوها الماء باش تعطينا عجينه ما هي جاريه ما هي بين وبين. الطريقه هذه كما كتشوفوا سهله ما صعيباش، كتبغي شويه الخاطر صافي. دابا حنا حصلنا على الخليط ديالنا كما بغينا، ما هو جاري ما هو عقد بالطريقه هذه. ومن بعد كتخليوه يخمر، كتوضعوه في واحد الاناء، اما في طنجره ولا في بانيو ولا فاش ما بغيتوا تحطوه لكم الاختيار، كتغطيوه بالسلوفان، ضروري ديروا ليه السلوفان باش دغيا يخمر ليكم صافي، وتخليوه يخمر ويرتاح. دابا غنبداو على بركه الله نطيبوا البغرير ديالنا.
كانت هذه هي النتيجة النهائية ديال البغرير ديالنا، ودهنوه بزبيدة ولا زبيدة معسيلة وتاكلوه بالصحة والراحة. وكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ودعموني باشتراكات وإعجاب وتخليوا لي تعليق، ونتلقاو فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.